ديل ثلاثة أسئلة. قال: ما حكم الاحتفال بالمولد؟ يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم رجل في الأمة دي، ونحن نحبه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته، لكن هل نحن بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم، ولا الصحابة شافوه ودافعوا عنه وهاجروا معاه بيحبوه أعظم؟ الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة هو نبي، بعد عمره تم 40 سنة وجاءت النبوة وعمره 40 سنة، وقعد 23 سنة مات عمره 63 سنة. 23 سنة ما في سنة واحدة في ربيع الأول سوى حاجة اسمها القفلة ولا الوقفة ولا المولد، ما في. وأي زول غالطك قل له: بيننا وبينك البراهين والأدلة، لا في البخاري لا في مسلم لا في سنن أبي داود ولا في الترمذي بسند صحيح ولا في النسائي ولا عند ابن ماجه ولا في مسند إمام أحمد ولا في معاجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط ولا في مسند الطيالسي ولا في مصنف الشيباني ابن أبي شيبة ولا في مصنف عبد الرزاق ولا 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 في كل كتب السنة الصحيحة، ما في حديث واحد إنه احتفل. أبو بكر الصديق جمسك الخلافة، بقى الخليفة هو بعد العهد، ما احتفل سنتين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمسك الخلافة سنوات، ما احتفل ولا مرة. عثمان رضي الله عنه سنوات. علي بن أبي طالب سنوات رضي الله عنهم جميعا. الصحابة بعد، التابعون كلهم ما احتفلوا، لا الحسن البصري لا مسروق رحمه الله ولا قتادة ولا عكرمة ولا ولا. أتباع التابعين كلهم، الأئمة الأربعة لا أبو حنيفة لا الشافعي لا أحمد لا مالك، ما احتفلوا. رأيك شو؟ أنت عارف الاحتفال جمتين؟ ابن كثير قال: أظهره الملك المظفر من الفاطميين، وديل شيعة، قال سنة 625 هجرية، وفي ناس 300 وحاجة قال. فلذلك المولد ده شيء محدث جابوه الناس جديد. وبعدين الرسول انت تحتفل به أو تحبه 12 يوم بس ولا السنة كلها؟ واحتفال يا أخي فيه شركيات، يا دسوقي تلقاه في الخيم، ويا فلان ويا علان، ومدايح مدايح ذاته فارغة. واحد بيقول قال: ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. أسي ده دين عليك الله؟ ده دين؟ واحد تاني سمعته بأضاني دي قال: دخل بلياء، ده قال مليح، قال دخل بلياء طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي. ده دين ولا ملجة بتاعت خدر؟ ده دين يدان لله تعالى به؟ والله كله أنا كله هوس، والله الذي لا إله غيره. ولذلك انت شوف ما باحتفال، وبعدين ساوينا خيم ختمية وقادرية وتجانية وسمانية وطريقة كزنزانية وطريقة شنو ما بعرف ليها، وهي هي هي يا أخي الرسول لو حي يخش فيها طريقة، هسي لو حي يخش فيها تو، نقول لهم ساوين وأعلام واحدين خاتين كورة، كورة فيها موية مسيخة، قالوا الرسول بيجيون. هو قال الرسول جاك بتدي موية مسيخة؟ انت بتلعب بالدين؟ قالوا الرسول بيجون. والرسول يجي يا جماعة محل المنكر، نسوان متبرجات ما شفتهم في المولد؟ نسوان اتزينن وبنات واتبرجن وشباب قاعدين، تلقاهم قاعدين اي واحد قاعد لمع عبيد زي ودبرك وبدعشوش، اثنين اثنين قاعدين. ده دين يدان لله تعالى به؟ ده غير بتاعنا الترمس وبتاعنا الطعمية بالشطة والفجل، بتاعنا التبش وغير حلاوة مولد وسمسمية وفولتية، ده كله حبا في المصطفى. سمسمية ده حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ده كله يا جماعة هوس، والله ما من الدين، والله الذي لا إله غيره. الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. طالما الدين اكتمل وما فيه مولد احتفال، يبقى ما بجوز الزول شنو
يحتفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور. ده السؤال الأول. السؤال الثاني حكم المآتم. المآتم دي باختصار بس بديك فيها كلام واحد لصحابي بس، اسمه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا، يعني نحن الصحابة، نعد الاجتماع بعد دفن الميت في بيته وصنعة الطعام من النياحة. يعني الميت ده مات تترحم عليه، تسأل الله له المغفرة، وما جماعي أي زول براو وما فاتحة في الدين، والله ما شال الرسول عليه الصلاة والسلام، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ده الحديث الفيه تعزيه وتمشي تدعو لي الله في المسجد في بيتك في أي محل، تسأل لي الله سبحانه وتعالى يتغمد برحمته. ده الميت. أما تمشي والصيوان وشاي ونسات وضحك وخرفان وضبح والكشف ولتق وما لتق، زي واحد قال مشى قال منطقة، قال اتصل بأخوه صاحبه، قال لا أخوي ما تجي، قال له إيه؟ قال له والله إيه؟ بالليل قراص وبالنهار كراص. يعني بالليل في قراص وبالنهار في شنو؟ وده ما من الدين في شيء. قال لك ده من النياحة. انت عارف النياحة دي عقوبتها شنو؟ بس أديك حديث واحد في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الجرب اللي فيه حكة، درع وسربال من قطران. القطران ده فيه ثلاثة حاجات: شديد الالتصاق، نتن الرائحة، شديد الاشتعال، يعني لو ولعوا في كبريتة شديد الاشتعال. ده يوم القيامة تيجي تتخاطر مخاطرة زي دي. دقيقة نختي. قال القرآن على الميت ويخصصون سورة ياسين ويدعون بعد بدعاء لم يش... طيب يا جماعة، سورة ياسين كغيرها من سورة القرآن سورة عظيمة، وسورة القرآن عظيمة، لكن علماء الحديث قالوا أي حديث ورد في سورة ياسين ما صحيح. أحاديث كثيرة يعني منشورة وما ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ياسين حروس القرآن، ياسين لما قرأت له، من دخل المقابر وقرأ ياسين فله بكل ميت حسنة، دي كلها قالوا ما ثابتة. الثابتة فيها الفضل زي سورة البقرة، الفضل الزائد يعني بأشياء معينة، زي المعوذتين الأخيرات من القرآن في ترتيب المصحف، زي سورة تبارك تنجي من عذاب القبر، زي سور معينة دي ثبتت فيها حديث صحيحة. أما الأحاديث الضعيفة الإنسان ما يعمل بها. الميت ده بدل تجيب له البدع زي دي والأشياء دي وتقول أقرأ لي ياسين وكذا وكذا، أدعو لي الله، ده الأنفع له، ولأنه دعاك له ده بيصليه سواء كنت ابنه أو كنت غير ابنه. يعني حتى لو صاحبك ساي مات وأثر فيك تدعو لي الله، الدعاء ده بيصل. لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما تقرأ له كذا وكذا ما دام ما من الدين. أما أنا ده عنده سؤال أيوة. والله يا عم أنا ذا جماعة سألني سؤال أسأل الله يتقبل منه، سؤال مهم جدا وأنا حقيقة نسيته. قال لي ما حكم الإسلام في المسميات الموجودة دي، دي الصوفية ودي الوهابية ودي الكذا ودي الكذا وكذا. حكم الإسلام يا جماعة ما في حاجة اسمها طرق، ما في حاجة اسمها جماعات، ما في حاجة اسمها أحزاب. الدليل شنو؟ يعني لا تبقى أنصار سنة، ولا تبقى صوفي، ولا تبقى أخو مسلم، ولا تبقى حزب أمة، ولا حزب تحرير، ولا تبقى سروري، ولا تكفيري، ولا مع الدواعش،
ولا تبقى حزبي، أبقى بس مسلم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. الكلام ده شين ولا سمع حاجه؟ أيوة. دليل شنو؟ قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، السبيل الطريق. ما دي تبع السبل؟ تقول أنا قادري يا القادري، هذا الكتاب تاع الفيضات ديك عندهم فيه ذكر صفحة 114 بيقولوا فيه سهسهوب وطهطهوب ولهوب وكهوب، والله دي كلها بقولها في الذكر. البرهانية عندهم شيخ في كتاب تبرئة الذمة قال: اللهم زيد في جسدي، قال: فزاد الله في جسدي، اسمه إبراهيم الدسوقي، قال: فقال اللهم زيد في جسدي، قال: فزاد الله في جسدي، قال: اللهم زيد في جسدي، قال: الله ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وإني أريد أن يكبر جسدي حتى أدخل النار فأملأها. بس ده زول عاقل لآخر الكلام. قال: تملأ النار، وإنت النار بتتحملها؟ النار دي تتحملها نار جهنم تكاد تميز من الغيظ، إلى آخر كلامه الذي ذكره. فالطرق ده يا جماعة كلها منحرفة، ما تبقى مع أي جماعة، أبقى حر يا أخي. بعدين بس مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة تكون تمام، ولا زول يأمرك ولا زول ينهاك ولا زول يقول لك: أها في اجتماع، ما جيت الاجتماع الليلة بنحلق لك صلعة. قل له: لا ما في صلعة في البريد ده، صلعة بتاع شنو؟ ولا تبقى معانا وبنديك ورد تقول 512 يا لطيف، بعد 512 تفيك منك، تبقى لافي تلقط في الأكياس، ما تبقى في جماعة ولا أنصار سنة ذاته. يقول لك: طيب الدقن كيف؟ الرسول قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، ده حديث في البخاري ومسلم، أعفي لحيتك وما تبقى أنصار سنة. لا مولانا ما بيضحكوا علينا، ونحن ما عارفين انهم بيضحكوا، اصبروا عليهم. قال لك: فاصبر على ما يقولون. واحد تعرف بتاع موتر شاف دقني دي في الصب، والله يا ماشي بموتر، قال لي: دقنك عامله زي التيس. قال لي انا طبعا ما هيجت معاه، قلت له: في تيس وجهك دي؟ التيس ده؟ قلت له: والله ما انا استهبلت مع ذاتي في البدايه، قلت له: يا اخي التيس ده عنده شخيط واحد، وانا شغلت دي مقفله كلها. انت ما شفت اللسد واللبوه؟ اللسد ومرته اللبوه ابو دقنياته، مش اللسد الديك والجداد ابو دقنياته، والتيس والغنمه ذاته ابو دقنياته. انت قلت له: جاري للتيس يا بتاع التيس، بقى مارق طوال، والله ما ممكن صبر شويه. الرسول قال لك: اعفو اللحيه. تعال انا بحليقه ليه؟ يقول لك: يا مولانا والله منظركم كذي مخيف. ما في مخيف، اديها زيت سمسم وسرحها بمزاج وظريفه جدا، شوف عجزات الطفل يقعد يلعب بها، ظريفه جدا، ما في شيء. والله الذي لا اله الا هو. واحد تلقى مفلفله يفلفله يجي يقول لك: طب دقن انتوا، الدقن ده شنو؟ وانت الفلفله دي شنو؟ انت ما بتسرح لي فوق، انا بسرح لي تحت، هالحاصل شنو؟ ظريفه جدا، انا ظريفه، لكن انت فلفلتك دي انت لو خشت نمله هنا تاني يمرق الجليل العظيم، انت فلفله ذا وذلك وما اي زول. لكن احنا في نهايه المطاف نقول: يا جماعه دي سنه، ما تشتغل بزول، طبقها. والله يقول لك: لا جلابيتكم دي بس مخيفه شويه. ما هي مخيفه، رسول قال: فما اسفل من الكعبين، فما كان اسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. الحديث ذا في كتاب سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هي دي أحاديث في ناس قايلين إنها شغل جماعة، ودي أحاديث عديل طبقها. قول لهم: أنا ما أنصار سنة، ما أتابع لأي جماعة، أنا مسجل مع أي زول، أنا حر. لكن الرسول قال: أعمل وبنعمل، دي أمورنا كذي وقاطع ما فيش. يقول لك: لكن أنت متشدد. قول له: ما متشدد، بناكل ونشرب ونضحك ونتونس وعايشين مع الناس، ما في تشدد.
ولذلك ما تبقى في أي جماعة ولا في أي طائفة، كن مع الكتاب والسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. آخر ورقة يا جماعة نجاوب على الأسئلة دي. طيب دي ثلاثة أسئلة بالنسبة للأرحام والجيران. السؤال الأول قال: زول بيجي يا جماعة باختصار بيجي لأخوه في بيته وبيحصل بيناتهم مشاكل، والسبب الزوجة. والسبب شنو؟ الزوجة. نحن نقول للأخوان الاثنين وللزوجة: أول شيء يا جماعة الزول يتقي الله في الألفاظ، ما يقول له ألفاظ بتاعت فتنة، ولا يقول له ألفاظ بتوغر الصدور، كلام شديد بيوغر الصدور ما في فائدة، لقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الزول دائما يقول الكلام الطيب. الحاجة الثانية يا جماعة الزول الزي ده نقول للأخ ده زوجته يكون قادر عليها، ما ممكن زول يجي داخل البيت ومرته وراه صوته أعلى من صوته وتسوي له الفتن. الزول لا يكون راجل جد، المرأة يقعدها خدتها في مركزها ولا ما تعمل فتن ولا تتقي الله، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء. والمرأة تذكرها بالله إنه الشحناء دي من أسباب عذاب القبر، كما في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما في كبير. وما هو كبير عندهم؟ يعني بعض الروايات جاء فيها يعذبان قال في كبير، وفي بعض الروايات جاء التصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنجي، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما تسوي مشاكل، أصلح. والزول يا جماعة يكظم الغيظ، والزول يعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تتحمل. وأخوك لما يقول لك كلام شديد ما تتحمق، تقطع معاه كذا. حديث في البخاري ومسلم، ده آخر حديث ونمشي للبعض إن شاء الله. في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث خطير والله، أي زول يسمعه طوال يمشي صالح أخوه، طوال يمشي يعتذر له أفلان، ولو ميت ما غلطان، ولا أخ ما عليش يا أخ والبيناتنا عامرة وكذا وكذا، ولو انت شايف قدر ما نتلاقى من الشاكل تاني نتلاقى مرة مرة، وما بداعي للمشاكل والدنيا دي وكذا. حديث ده خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله تعالى أو تعرض، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله إلا المتخاصمين، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. مش كلام خطير؟ يغفر للمسلمين للمؤمنين، وإنت وأخوك تكفل الباب أو تفتح لنفسك باب الشر. تحمل يا أخ، بعدين مرة ليت تبقى لك سبب مشاكل، سوي لك المشاكل، المرة تحرشك إنت، إنت زول راجل عاقل. المرة خلقت من ضلع عوج، المرة طايبة وتديها الكلام السمح تحسن ليها وكذا وكذا، ولا ما تسوي مشاكل. بعدين إنت أسرارك ما تنشرها للمرة، في زول أي شيء بيمشي حكي للمرة. والله في مرة لقيتها بتتكلم راجلة سواق لحد شغل العربية بتعرفه، قالت له: إنت يا فلان أجر بوكسي ده؟ يعني أنا لما لاوزت منها ذاته، معقولة يا مرة؟ لأنه ده بونسة كثير، كل مرة بونسة.
تعرف يا فلان اجر اكسيد الليل عصلج نمر اثنين عصلجت، وانتم ما بتخشوا في اثنين وثلاثه بالطريقه دي. المره تجي تحكي لها والله امي قالت كذي تشيل لك مشاكل، صاحبي قال كذي تسوي لك مشاكل، اخوي ده جابوا لك كذي تسوي لك. المره دي والنسى في حاجات ان شاء الله تونسوا في الدكوه والسوازيو بدل تجيب لك مشاكل. طيب اقول لها والله اللي السوازيو دي ما اكلوا كذي المفروض ياكلوا، جيبوا لهم مويه. قال يكون اخوك عنده حق. طيب قال اخوك يكون عنده حق يرحم غيرك ولا يرحمك انت. وده يا جماعه حاصل، اديكم مثال بسيط. تلقى زول برا في الشارع لو مره وقعت منها مطبقه بشيله بيرفع عليها، اركب المواصلات لو في اخر كرسي فاضي وفي مره ما بخليه واقفه بقاعده وهو بكون شنو واقف، صح ولا ما صح؟ ده ذاته الظريف ده لو جيتوا لقيته في البيت تستغرب في ذاته، يجي داخل يشوط الترابيزه وينبز المراه، وانت يا مراه توبك ملام بهارات زي السليقه وانت شنو، وينبز في المراه شاكل فيها. تلقى برا زول طيب مع النساء وجوه تلقاه شنو شديد. وده يا جماعه صفه شر، الزول لو فيه يتوب طوالي، مره تقدي تمشي تحسين لها تتلطف بها، واهي اولى بالكلام الحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. دار تعرف الزول فيه خير، من العلامات تلقى مع زوجة زول تمام، يحسن لها ويصبر عليها وتديه كلام يتحمله وكذا وكذا، دي من علامات الخير. فنفس الشيء زول تلقى برا مع أصحابه كريم، تلقى مع أخوه شديد، اتاخ أخوك ده أولى تحسن له. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا شنو أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. موضوع خطير، أخوك ده يا أخي تأول به وتطايبه، عنده مشكلة تجي تقيف معاه، أنت آخر زول تجي المستشفى وعنده زول عيان، أنت آخر زول تقيف معاه في مناسبته وأصحابه يقيفوا معاه ليه؟ انت تكون قريب من اخوك تصاحبه وتونس. والزول يا جماعه الاخ الكبير دائما بيفتح للصغير، هو اللي بيفتح له المجال يونس وكذا وكذا ويضحك معاه الى اخره. طيب ما حكم اساءة الجيران؟ دي محرمه يا جماعه. الجار الله ذكره في القران باختصار ايه واحده، ايه الحقوق العشره في سوره النساء، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار لو قريبك تحسن له أكثر وأولى، ولو ما قريبك برضو تحسن له. وده جماعة من الدين الذي أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لو جارك ما بيثق فيك تزول، لو مركت من البيت هو ما بيثق فيك، لو مسكك قروش ما بيثق فيك، ده قال لك إيمانه فيه ضعف فيه مشكلة. ولذلك الإنسان يحسن إلى جيرانه ويصبر عليهم، مرات يكشحوا لك مو جنب البيت يتحمل طايبهم بالراحة، مرات يدعوا لك حاجه كذا شفع، يدعوا لك كوره انت تكون بتتغدى تقع لك في الملاح تسوي شنو اي دعاه كذا يقول لهم العبوا بالراحه وتتحملون، يعني تصبر على الجيران وكذا وكذا حتى تلقى الله. نحن يا جماعه في ختام الكلمه دي والله نحن في اشد الفرح، ونحن نشكر لكم شكرا والله من اعماق القلب، لانه يا جماعه شباب زي ديل واقفين اكثر من ساعتين والله الذي لا اله غيره، وأعمامنا جزاهم الله خير قاعدين، وشبابنا ديل بعضهم حتى نام واحدين صحوا ده قبل ده لما ندمع عديل وشنو، وبعض النساء في البيوت. والغرية دي يا جماعة احنا التمسنا فيها والله الذي لا إله غيره، مش الغرية المنطقة، التمسنا فيها أمر جميل جدا، إنه الناس مع كلامنا القوي ده ما في نفر واحد كورك. هسا انا جيت متوقع كم عكاز يجيني، ترى شكلي بمشي ساي ما بي عكاز،
ونسأل الله يا جماعة اجعلكم تنصروا الدين، ناصروا التوحيد ده، والله الله بيرحمكم به، وشبابكم اهتموا بهم وطايبون، والبيجوا المسجد شكرون وعينون وذكرون بالإخلاص، والناس يدعون على البر والتقوى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتجاوز عنا، وأن يرد مسيئنا، وأن يعين مصلحنا ومطيعنا، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا جميعا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.